الصباحية. هذه الأبقار تحتاج إلى كميات كبيرة من الأعلاف لتلبية احتياجاتها الغذائية والإنتاجية، غير أن ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها وتنامي ترويجها في المسالك العشوائية بولاية جابس خلف الكثير من المعاناة لدى الفلاحين، وأدى إلى بحث الفلاحين ومربي المواشي عن الحلول، منها التوجه إلى زراعة الأعلاف بالمستغلات البحرية، خاصة ما يعرف بالفصة الجابسية. احنا ننتجوا للفصة والقصيبة، نعاونوا بريحة، لا ثم شعير، لا ثم نخالة، لا ثم علف، لا اشكال مواد العلف نتاع الزوين ما ثماش اصل. احنا نحوم عليها مواد العلف، تمشي للديوان يقول لك عند فلان فلان عند فلان، تبقى شهر كامل حاجتك انت بعلفتك باش توكلها لزوايلك ما تلقاهاش. اما العلف الصحيح صحيح، زي واحدك في اللحم، زي واحدك في خبز شيح، مش كيف. يخدم منه باش نوقفه ما نوقفوش. اما المي هو اللي اخوي مش موجود اصلا، المي هو متعبنا. عندنا تو احنا كقبس الوسطى عندنا معناها موافقين لنا على بير معناها من 2000 ونقول احنا و13 ولا مش عارف ولا فهمتني، التو ما فما شيء معناها. لو كان معناها يعطونا البير هذاتي معناها يعاوننا برشا كقبس الوسطى، نقول احنا معناها رات عندنا الفصه تو الفصه ما تشبعها سبحان الله، ناقصه الماء هاك تصورها انت شوفها، ناقصه منجه وناقصه الماء. لو كان تلقى الماء سبحان الله نستغلوه على 15 يوم و20 يوم يتعاون بها الفلاح. وأمام نجاح هذه التجربة وقدرتها على تحمل ملوحة المياه والعطش، بادرت شركة البيئة والغراسات والبستنة بجابس على إطلاق مبادرة لزرع أكثر من 500 هكتار من الأعلاف، مبادرة تنتظر التفعيل من الجهات الرسمية. ومعروفة يعني الفصة خاصة في جابس فيها نسبة متاع بروتين أعلى من أي مكان آخر، توصل حتى 35% بروتينات. المجال هذا فيه نقص كبير في البلاد نتاعنا، واللي خلانا نعمل الدراسه هذا اولا نحبوا نخدموا الخدمه نتاعنا اللي مازالوا مش مباشرين، هذا واحد. اثنين ان معناها اتصلت حتى بعده شركات تستورد في الاعلاف، يستوردوا حتى يوصلوا 100 مليار يعني في السنه. دونك هذا اللي خلانا عملنا الدراسه هذه، الدراسه هذه مكتمله وحاضره، تعوزنا حاليا الاراضي، عملنا بصراحه عده مطالب تقريبا 19 مطالب، قابلت عده مسؤولين فيما يخص الاراضي الدوليه، الى حد الان لم نتمكن من الارض. الدراسه هذه يعني ماهيش معناها معمل علف بسيط او بالطريقه يعني طريقه الحش مثلا بتكون بالماكينه، يعني طريقه الرحي، طريقه كذا يعني مكتمله تماما، وتكلف تقريبا حوالي 6 مليون دينار يعني بالنسبه للدراسه هذه. ولئن حققت هذه التجربه الكثير من الاضافات للفلاحين ومربي المواشي، لكنها تبقى محدوده امام شح الموارد المائيه الجوفيه الطبيعيه، ما يتطلب الدعم في هذا المجال لاستعمال خاصه المياه المعالجه المتاتيه من محطات التطهير بمختلف جهات جابس.